السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم في صالة ديال الكسيوة. انتم تشوفوا معايا في اخر الفيديو كتجي انيقة وهي اللي دارجة دابا على الموضة. خليكم معايا نبداو على بركة الله باخذ المقاسات. اول حاجة درناها طوينا الثوب على زوج هكا على الطول ديال الثوب. عندي انا هاد الثوب فيه جوج متر، جوج متر نخرجو منها كسيوة رائعة وشكيل ديالها أنيق وتجيب الصيفات من قدام. المهم بلا ما نحرق المراحل خليكم معايا. أول حاجة كيف ما قلت لكم ناخدو طول، طول عندنا فيها 1.20 متر، ما كتجيش طويلة بزاف، كتجي شوية تحت الركبة. ناخدو طول 1.20 متر كيف ما قلت لكم، وغنزيدو واحد 4 سنتيم ديال لوغلي من تحت، يعني غتكون عندنا 1.24 متر. هو هذا لابار يكون عندنا. نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم فين غناخذ القياسات. هانتوما دابا بعد ما خديت الطول كامل، دائما نركز لكم عليها، يكون عندنا طول قاد. اول حاجه غناخذوها هي غنخليو من هنايا واحد 6 سنتيم على طول الكسوة، غيكون عندنا فيها صدايف. غتكون عندها 6 سنتيم خارجة على العبار ديال الكسوة. ندير واحد الخط مستقيم باش ما نغلطوش، بغيتو ديرو غير 5، ديرو ديك البليا صغار كيستا تجي مزيانة. نبداو الطول اللي عندنا هو هنا. دابا ناخدو العنق، ناخدو فيه 8 سنتيم. الكتاف عندنا 40، ناخدو 20 سنتيم وزائد سنتيم ديال الخياطة، يعني 21. غنهبطو من هاد النقطة، هنا خصو يكون هاد الخط مستقيم، يعني غنهبطو من هاد النقطة 3 سنتيم. غنهبطو 22 سنتيم. غناخدو العرض ديال السطر، دائما غناخدو من هاد النقطة اللي درنا سطرنا فيها على حسب 6 سنتيم. عندنا 28 سنتيم زائد سنتيم بالخياطة. الحزام عندنا 27 سنتيم. الحوض عندنا 33 سنتيم. أولا ناخدو من هنايا، من الأحسن بلا ما ناخدو الحوض، ناخدو من هنايا العرض ديال الحزام، وناخدو العرض اللي خدينا من تحت، وغناخدو خط مستقيم. عندي غندير فيها من تحت 45 أولا 45، راه حتى هي كافية. ناخد أنا 45 باش تجينا شوية إيفازي من تحت، وغنلاقي هاد النقط. هانتوما تشوفو معايا هكا، هاديك آخر نقطة اللي خدينا فيها 40 مع هاد النقطة، وغنديرو هنايا خط هكا مستقيم. هكا كتجينا فصالة زوينة، كسيوة يكون فيها حتى الحزيم. دابا نرفعو النقط مع بعضياتهم كاملين، وها كسيوة ناخدو. آخر نقطة كنقادها من تحت في القنيط عندنا في الشلال. هانتوما نبقى ندوخكم، مرة ندور لكم الكاميرا هكا، مرة هكا. هنايا كنحاولو نطلعو بواحد 5-6 سنتيم، وكنجيو من هنايا وكنمشيو نيشان.
هذا دابا الربعة ديال الأمام عندنا مفصلين، دابا ندوزو الربعة ديال الخلف، نطوي حتى هما التوب الأربعة وغنحطو عليها هاد الربعة ديال الأمام بعد ما غنقصو هاد 6 سنتيم. المهم هنا نطوي التوب ونوريكم، هانتوما بعد ما طوينا التوب الأربعة حطينا عليها الربعة ديال الأمام. دابا هانتوما خرجنا كيف ما قلت لكم هاد 6 سنتيم، كتكون خارجة من هنايا ما كتكونش داخلة في العبار، هادشي عندنا مسدودة. دابا غنحطو بحال هكا، ودائما واحد الحاجة نوريها لكم، هانتوما ملي تكونوا كتحطوا الربعة ديال الأمام على الربعة ديال الخلف، دائما ملي تحطوا هكا الكتف تاكدوا من العبار واش عندكم باقي نفس العبار، حيت بعد المره كيتحط داير فحال هكا تيكون شويه حوج فحال هكا. وهانتوما شوف كيبقى يبان لينا حنا راه محطوط مقاد، ولكن هانتوما شوفوا راه هنا ولات عندنا 3 سنتيم، يعني 23 سنتيم، يعني راه تزادت 2 سنتيم، وجوج على جوج راه تولي 4، كيجيكم هذا الكتف عراضي، كتقولوا حنا درنا العبار ديالنا ولكن جا داكشي ماشي هو هذاك. هي فحال هكا دائما ملي تحطوا الربوعه تاكدوا من العبار راه باقي هو هذاك، وعاد ضربوا بالمقص. دابا نفصلوه دائما الخلف كنهبطوا غير بجوج سنتيم، جاتني تقطيع ماشي على يدي ماشي مشكل. دابا هالكسيوة عندنا واجدة، هناخدو الربوعة ديال الأمام، غنزيدو ندخلو هنايا واحد سنتيم، دائما هاد الإضافات نديروها بعد ما كنساليو الأمام. هانتوما دابا ندوزو نصايبو الكمام، الكم هانتوما بدا بهاد الطريف بقى ليا فحال هاكا، نحيد منو الكم. فهاد ديك الساعة ندوزو نحيدو لكم تاني. دائما كنحاولو في الفصالة نستغلو هادو كاع الطريفات الصغيرين اللي كيبقاو لينا، كنستغلوهم حتى لما جاوناش حتى الحاجة عاد كنفوتوهم. نديرو 22 عندنا، ندخلوه. المهم هانتوما قاد ليكم التوب، ندخلو واحد 10 سنتيم. هنا يكون عندنا بحال خط النصف ديالو، هنا سنتيم زايد سنتيم ناقص، كيبقى يبان لكم داكشي ساهل من بعد ما كتلقاو يدكم في الفصالة. عندنا الطول ديال الكم 24 سنتيم زائد 1.5 سنتيم ديال لوغلي. هنايا الكم غنديرو فيه 17 سنتيم، تحيد سنتيم ديال الخياطات بقى لينا 16. هانتوما ندورو باش يجيني على يدي في التقطاع، ملي كنكونو كنفصلو كندور على هاد النقط بحال هاكا. وهالكم عندنا واجد، دابا ندوزو نفصلو لكم التاني، هذا غنطوطو على زوج ونحطو عليه باش يجينا ساهل. دابا الكسوة عندنا واجدة كاملة، ندوزو نخيطوها ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الكسوة، غادي نشوفوها كيفاش غتجي. كنتمنى والله هاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، واللي أول مرة كيشوف القناة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد.